حبيتوا تعملوا مصنعين ثلاثة أربعة يعني هيكلفوا 20 بس، أنا بتكون على المكون الدولار اللي فيهم بس. خلي بالكم كل المنتج اللي بيطلع من هنا بيتم تصديره في الغالب يعني، ولا أنا دكتور حامد؟ أيوة فندم. يعني هيبقى فرصة إنك أنتوا تصدروا يا دكتور مصطفى شوية بال طبعا بالعمل الحلط. عايز تقول حاجة؟ اتفضل. لا يا فندم، هو يعني احنا بنشكر سيادتك على الفكر والطرح اللي سيادتك كله بتشجيع القطاعات المعنية والقطاع الخاص بالمساهمة، لأن المناطق اللي سيادتك تفضلت وذكرتها في الجنوب ده فيها تركيزات أعلى من اللي احنا بصدده اليوم، يعني تركيزات مضاعفة، تركيزات يعني مضاعفة. يعني عايز تقول الجدوى بتاعته أعلى من هنا؟ اه طبعا طبعا سيادتك. فأنا عايز أقول إيه لكل الشركات المصرية حتى لو ما كانتش معنية بالموضوع الثورة المعدنية، مش لازم يعني شركات، يعني أي شركة من شركات التطوير العقاري الكبيرة أو المقاولات الكبيرة، الرقم اللي بنتكلم فيه مش كبير، لكن في النهاية ده مشروع بيدار بشكل يعني بعائد طيب جدا جدا، يزيد عن الـ20-25% وليد ولا؟ عائد فندم من التصدير 100 مليون دولار وبيوفر استيراد ب 50 مليون دولار. طيب احنا بنتكلم على عائد، لان اي حد في القطاع الخاص هيبقى بيفكر في العائد بتاعه يعني. فبنقول له خلي بالك ده ليه عوائد كويسه قوي، ولو احنا قدرنا نعمل الصناعات القيمه المضافه ليه ده موضوع تاني خالص. طبعا. طب انا بقول كده ليه؟ بقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوافقة مع بعضها، انتوا اصدقاء وبتشتغلوا مع بعض، فكروا ان انتوا تقولوا طب هنعمل كيان نحط فيه مثلا 25-30 مليار جنيه بتدفقات مالية، المشروع ده ممكن يخلص في سنتين، مش كده يا وليد ولا ايه؟ تمام. دلوقتي سنتين خلاص الدراسات جاهزة دلوقتي. لا انا اقصد اقول حتى المسار اللي احنا مشينا فيه خد مننا وقت، لكن هم مش هياخدوا وقت دراسات تاني، مش كده؟ مش اتحاد الدراسات. طيب فانا بقول في سنتين، يبقى انا النهارده لو قلت في 20-25-30 مليار جنيه من القطاع الخاص شغال في الموضوع ده بتدفقات ماليه خلال سنتين، هيكون عندنا مصنعين ثلاثه اربعه اكتر، وزي ما انتم شايفين الفرصه كده. بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان احنا ما عندناش وقت او فرصه نضيعها نقول ايه طب ماشي بقى ان شاء الله نبقى نفكر. لا مفيش نفكر. الحاجة الحمد لله رب العالمين، وانا بكلمكم انا مش اول مرة اسمع الموضوع دلوقتي. طيب. يعني واول مرة تشوفونا واحنا بنفتتحه النهاردة. لكن لا ده الموضوع متابع بدقة شديدة، ويعني عشان دي فلوس بنحطها وعندنا امل انها تجيب لنا حاجة. ده جنب ده جنب ده جنب ده، توم البلد يا دكتور مصطفى تطلع ايه؟ تطلع لقدام. طيب. فارجو ان احنا رسالتي تصل للقطاع الخاص، احنا مستعدين، خشوا لوحدكم هنساعد معاكم، عايزين تخشوا بشراكه مفيش مشكله، بس عشان نقدر نعمل اكتر من مجمع من المجمعات اللي احنا بنتكلم فيها دي.